مرحبا حبايب قلبي، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله تمام حبايبي. اليوم ان شاء الله بدنا نعمل طريقه اللبنه المدعبله. نحن قلنا مدعبله، انت ما بعرف شو بتقولوا له، اكتبوا لنا بالتعليقات شو بتقولوا له، لبنيه، لبنه مدعبله، مدحرجه، ما بعرف، كل واحد بيحكي له اسم شكل. انا عندي هون 5 كيلو لبن، انا طبعا مصفيتهم مروبيتن، عفوا. انا كمان نزلت لكم طريقه الترويب اللبن بحلقه صعبه. هون عندي انا 5 كيلو لبن بدي صفيهم. عندي هون انا قماشة حطيتها هيك كمان زبدية. هلا بدي كت اللبنات فيها. هون اول شي نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزلها. هلا هيك حبايب قلبي، بعد ما نزلنا اللبنات نحط عليهم هون معلقة ملح صخري، معلقة مليانة ملح صخري. هاي طبعا مبدئيا عشان تصفى عندي ميتهم كتير منيح. هلا انا ان شاء الله بدي اول شي سكرهم. عندي طبعا هون قماشة نظيفة تكون مغسولة ومنظفة كتير منيح. رح اربطهم هلا اول شي هيك انا، وبجيب عندي هون كمان مصفاية بدي ارفعهم حط تحتهم المصفاية هيك بيصفوا عندي كتير منيح. كل ما تنزل ميتهم كبانة مشان ما ترجع تجي على اللبن. هلا مبدئيا هيك بنخليها. هلا كل يومين ان شاء الله بنشق عليهم ونشوفهم ونغير الكيس تبعهم، يعني كل يومين ثلاثة بنغير الكيس تبعهم نغسله نرجع نحطه او نحط كيس بداله او قماشة بداله نظيفة. هلا مبدئيا برجع لكم ان شاء الله بس يتصفوا منيح مشان ورجيكم شو بدنا نساوي. هلا حبايب قلبي رجعت لكم بعد 4 ايام من تصفاية اللبن. شوفوا عندي كيف نشف، شايفين اللبنة كنت كيف نشفت عندي. طبعا انا ما خليت القماشة اللي كنت حاطة فيها اللبنة ما خليتها نفسها، بدلتها. فيكم يا تبدلوها يا تغسلوها وترجعوا تحطوا اللبنة فيها، لانه اذا ظلت اللبنة نفس القماشة 4 5 ايام اللبنة بتدود عندكم، يعني لازم تغيروا ولا القماشة. هلا حبايب قلبي بعد ما نشفت عندي مثل ما انكم شايفين، هلا بدي احط لها الملح. احط لها اول شي معلقة كبيرة. طبعا انتو حسب الكمية اللي بدكم تعملوها تحطوا لها الملح اول شي، يعني شوي شوي بدكم تحركوها وتذوقوها حسب الملوحة اللي بدكم اياها. وإذا طلعت معنا مالحة يعني مو ظاهر ملحها فيكن تزيدولها. هلا بدنا نعجنها كتير منيح مشان نبلش نكورة. هلا حبايب قلبي بعد ما عجنتها كتير منيح مع الملح، معلقة ملح بيطلع كتير منيح، يعني انتو كمان بدكن تدوقوها حسب انتو قديه بدكن. هلا بدي اخذ قطعة قطعة حسب انتو القطعة كمان قديه بدكن اياها كبيرة او صغيرة، وكورها بهالشكل هاد. شايفين كيف تطلع عندي بهالشكل هاد؟ بدي احطها هيك شوي لكة بالسمسم حبة البرد. شايفين كيف؟ ما بكتر يعني مو عليها كلها بس شوي. طبعا مو كله رح اعملهم هيك، رح اعمل نصهم بالسمسم حبة البركة ونص رح اعملهم سادة ان شاء الله. هلا عندي هون انا الصينيه حاطه عليها محارم مطبخ مشان اذا عندي شي مي زايده باللبنه مشان المحارم هون تمتص المي الزايده. راح اخذ هلا قطعه ثانيه كورها بهالشكل هاد. شايفين حبايب قلبي كيف تطلع عندي شكلها؟ شايفين ما عم تلزق على ايدي، معناته هيك ناشفه اللبنه تمام. حط لها شوية سمسم وحبة بركة. طبعا هي اختيارية اذا بتحبوها، فيكم طبعا تعملوها سادة ما بيأثر كمان. هيك حبايب قلبي صار شكلها.
شايفين كيف طلعت عندي؟ هطلع كمان هلا شوي ورد كورة مشان يلزقوا عليها، وهيك بتصير عندي. كمان بتصفها على الصينية هيك ان شاء الله حبايبي، لكمل كمية كلها وبرجع لكم ان شاء الله. هلا حبايب قلبي بعد ما كملت هيك دحرجتهم، شايفين كيف ليش نحطهم على المحارم مطبخ؟ لانه كمان المحارم تمتص السوائل كلها كمان اللي باللبنة، يعني هيك صارت تمام عندي. كمان قد ما كانت هلا شوي طرية عندي، بس حطها بالبراد كمان رح تنشف، يعني ما لازم ننشفها كتير لانه كمان تقسى بعدين بالبراد وما عاد تتاكل معنا. هلا حبايب قلبي انا عندي هاي المرطبانات كمان، اول شي بدي احط له سفل المرطبان قبل ما احط اللبنيه، كل واحد بدي احط له شويه زيت مشان لما انزل اللبنيه ما تلزع عندي كمان بالمرطبان من دون الزيت. رح اول شي بحط باتنين لاشوف قديش بدهم ياخذوا عندي مجال. طبعا حبايب قلبي اللبنيه ما فينا نحط لها زيت زيتون خالص، يعني كله زيت زيتون، لانه عندنا اللبنيه. حبايب قلبي ليش ما فيني احط للبنيه كلها زيت زيتون؟ لانه اذا حطيت لها كلها زيت زيتون راح يصير مع اللبنيه مره تعطينا مرار، فلذلك بنحط لها زيت اونة وشويه زيت زيتون بس على الوش، بيختلطوا مع بعض. بعدين بس طلعها بدي اكل منها صفيها من زيت الاونة، طبعا زيت النباتي حط لها زيت زيتون، هيك بيكون عندي افضل. هلا راح احط صفة اللبنيه حطها بالمرطبان. هلا هيك حبايب قلبي بعد ما صفطتهم بالمرطبانات راح كبت لهم الزيت. طبعا لازم نغمرهم كتير من يا حبايب قلبي بالزيت عشان يضلوا عندي تمام. هلا بدي احط لهم شوية زيت زيتون من فوق، ما بكتر لهم بس شوي، هيك صار عندي تمام. شوفوا عندي كيف طلعت عندي الكمية ما شاء الله، يعني بيطلعوا لهم شي كيلو ونص لبنة مصفية من 5 كيلو لبن. شوفكم هلا ان شاء الله مرحلة التقديم. وهيك حبايب قلبي كانت وصفتنا لليوم، اللبنية مدعبلة او مدحرجة. ان شاء الله الف صحة وعافية حبايب قلبي. اذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسونا من اشتراك ودعمكم واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله الف صحة وعافية.